يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. ايه ده يا حوده؟ ايه يا عم؟ انت حاطط صورة حزينة ليه على الفيسبوك وكاتب غدر الصحابة؟ الدنيا دي وحشة اوي عبودة، وخلت الواحد خلاص يابا عاوز يطلع من هدومه. ليه بس يا نجم؟ صديق عمري اللي طلعت بيه من الدنيا عبودة، لا بيسأل عليا ولا بشوف رنته الا لما يكون عايز مصلحة، غير كده بخ. طب وايه المشكلة يا حوده؟ هو ايه المشكلة يا اخو؟ بقولك مجروح، الواحد اتصدم في ناس كتير يا برنس، وبعدين كله بقى بتاع مصلحته ولا ايه؟ يا حوده يا حوده بص، كان في مقوله حلوه قوي بتعجبني بتقول لا تعد لنفسك على العباد حقا، يعني ما تقولش فلان مقصر وفلان ما سالش وفلان صدمني، لا قول انا مش من حقي اصلا ان اي حد يسال عني، ولو حد سال يبقى يشكر، ساعتها بس هترتاح من الهم ده ومش هتشيل من حد يا نجم. يا عم ده ما حدش واقف معاه في فرحه قد حوده، شلت له العفش واتفقت له على الفرح وظبطت له القاعه، ده ما كانش فاضل غير ان انا اعمل له نفسي العروسه، يقوم يتجوز وينسى حوده البرنس. ده البرنس اتنسى كده؟ لو لما شفته بيتصل بيا فرحت، طلع معذور في قرشين وعاوزنا اسلفه. الدنيا وحشه قوي يا عبود، الدنيا وحشه قوي صدقني. صاحبك مش وحش يا حوده، صاحبك في دوامه الحياه اللي بتفرم اي حد، صاحبك معذور وبيحبك يا نجم، ومرضيش يكسر نفسه ولا يذلها بالسؤال لاي حد الا الاقرب الناس ليه اللي هو انت يا حوده. كل الناس يا حوده بتجمعها المصلحه، حتى الاخوه في الله، ناس مصلحتهم مع ربنا بيدوروا على جنته ورضاه. سلفه يا حوده لو معاك وما تقساش عليه وما تقاطعهوش، واسال عليه انت والتمس له الف عذر. يا عم ده كان بيقول انا بيع الدنيا كلها عشان حوده، ولما دخل الدنيا نسي حوده واللي جابوا حوده. التجارب اثبتت يا حوده ان اللي ممكن يبيع الدنيا عشانك البقال وابوك وامك، ولو دورت عليه برضه هتلاقيه بيع مصلحه، فما تزعلكش قوي كلمه مصلحه، البقال لو طلبت الدنيا كلها هيجيبها لك لانه هيقبض، وابوك وامك لانك ابنهم ومن مصلحتهم ان انت تبقى كويس، يعني برضه مصلحه يا زعيم. تعرف يا عبوده انا خفت منك، حقيقي انا كعبوده خفت منك، اوعى تكون انت كمان قاعد معايا عشان مصلحتك يا عبوده. والله في الحقيقه يا حوده انا بحاول اوصل بعض الافكار للناس، والناس ملت من الاسلوب التقليدي وتقل الدم في الطرح، وحبوكك منك واد برنس يعني وعلى وضعك وكده، فانا الصراحه جايبك معايا عشان الحال يمشي والناس تعجبها الحلقات وتشيرها وتوصل لاكبر عدد ممكن. بس خبر اسود يا جدعان، خبر اسود، حتى انت عبوده اللي كنت بقول عليك طيب تطلع بتاع مصلحتك. حوده مصدوم يا بشر، حوده مصدوم. انا تعرفني عشان خاطر اللايك والشير يا عبوده؟ انا حوده بالنسبه لك مجرد صفحه نت؟ انا يعني مش بعيد بعد رمضان تعمل لي بلوك يا اخو؟ لا استنى بقى استنى، اعزائي المشاهدين، حوده يعتذر عن تقديم باقي حلقات رمضان، لان انا وانتوا عارفين ان انا كنت بعملها لوجه الله بدون اياتها مصلحه. حوده 100 جنيه لكل حلقه فاضله في رمضان، وفاضل بتاع 10 ايام يعني هتعمل لك بتاع باك وتشبرق بيه نفسك على العيد. ايه كم؟ طب احتراما للناس اللي متابعه حوده انا هكمل بس لغايه اخر رمضان، بس بعد رمضان ما يخلص يا اخو مش عايز اعرف واحد بتاع مصلحته زيك. ماشي الحساب يوم بيوم بقى، ولا هتدوم على بعضهم متاسكين؟ ها رمضان رمضان.